فيديو النهاردة عن افضل طريقة تحمل بيها العاب اونلاين من الانترنت سواء كانت بتوريت او من غير توريت. في فيديو كنت منزله بتاع ان انت ازاي انت تشغل اي نوع دراعات على اي نوع لعبة وهي بتطلب دراعات اكس بوكس بس. لو مشفتوش هتلاقيه في الاي اللي فوق يمين هنا. في واحد سألني في الكومنتات انت ازاي نزلت كل الالعاب دي، هو ده. فعشان كده ده فيديو النهاردة، انزل لاني بالانترنت. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معانا النهارده فيديو عن افضل طريقه تحميل العاب. الموقع اللي هنستخدمه في الفيديو ده هو موقع واي فاي فور جيمز، والموقع ده يا جماعه مش سبونسر، بقول عشان تكونوا عارفين ان ده مش سبونسر ليه، ومثلا ليهم قناه على اليوتيوب لوحدهم. فالموقع ده هتلاقي عليه كل الالعاب اللي انت عايزها، إيه للبي سي فقط، مش مفيش اكس بوكس وبلاي ستيشن حاجات دي، والويندوز مفيش ماك. هتلاقي عليه لعبه زي بي اس من 2002 لغايه 2018، وفيفا هتلاقي عليها فيفا وورد كلوب 2002 لو انت عايز ترجع ذكرياتك هتلاقي عليه، وهتلاقي عليها جي تي اي محبه الجماهير من سان ادريس لغايه جي تي اي في. ابص اي لعبه انت عايزها هتلاقيها عليه، واللعبه الجديده هتنزل عليه. بس طبعا واحد يقول لي عليه فورتنايت، فورتنايت ما تنزلش على موقع غير موقع رسمي بتاعهم اللي هو ايبك جيمز بس. فده الموقع بتاعنا، هتلاقي عليه كل الالعاب اللي انت عايزها، هتلاقي لينك بتاعه في الديسكربشن. بس كان الفيديو بتاع النهارده كان فيديو صغير كده، وهنعمل سلسلة نجاوب على سؤالكم في الكومنتات. بس سلام.